الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث اطلع سيادته على تطورات الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع. سيادتك، ده الموقف العام يا فندم سيادتك لمشروع مستقبل مصر. المساحة تقريبا الإجمالية للمشروع حوالي 756,000 فدان. ده سيادتك حضرتك الاتجاه الشرقي بتاعه، وده سيادتك الاتجاه الشمالي، وده الاتجاه الجنوبي. الموقف التنفيذي حتى الآن سيادتك عندنا الأبار المفروض مستهدف 1200 بير، أجهزة الري المحوري عندنا 1200 جهاز ري، الغرف السكنية 1272، قواعد السنتر الخاصة بالبيفوت 72، الطرق بالمتر تم تنفيذ حتى الآن 294,637 سيادتك. المخطط التنفيذي ده اللي فندم احنا كنا بدأنا عليه سيادتك المشروع بالمعدلات بتاعته، واحنا سيادتك على اعتبار ان احنا هنخلص في فبراير، ولكن سيادتك أصدرت تعليمات ان احنا نخلص السنة دي، وان شاء الله هنعدل سيادتك المخطط التنفيذي خلص سيادتك المساحه 150,000 فدان قبل شهر 12. يعني تلحق الموسم القمح الجاي؟ هنلحق سيادتك موسم القمح. طيب ده سيادتك المخطط التنفيذي هيتم تعديله، احنا كنا سيادتك مستمرين لغايه 10/2/20 سيادتك 22، هنرجعه ان شاء الله سيادتك هنبقى بانتهاء 1/12 ان شاء الله سيادتك نكون مخلصين، والقمح ممتد معانا، واحنا جربنا ده سيادتك هنا، احنا زرعنا هنا سيادتك في مستقبل مصر في موسم 2019 قمح في شهر يناير، وكانت انتاجيته الحمد لله سيادتك كويسه وحققت 18 ارداب للقمح. فان شاء الله سيادتك قبل 15/12 هيكون اخر ايه هو الميعاد المناسب امتى؟ من 15/11 سيادتك ل 15/12. طيب انت حاول انك انت في تمام سيادتك في نوفمبر تكونوا شغالين. اوامر سيادتك. انا عايز اقول لك على حاجه غنام، انت لو عندك انت ما عندكش مشكله في التمويل، فانت نفذ ان شاء الله خلاص بعد 3 اشهر، ما تخافوش ابدا، اللي بيعمل خير لازم ربنا يساعده. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس التقى بعدد من المهندسين والعاملين المشرفين على عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع مستقبل مصر. احنا جايين هنا عشان لو في مشكلة نساعدكم، صحيح، لان احنا همنا ان انتوا تنجحوا اعلى درجات النجاح، احسن انتاجية واقل كمية مية وقال تكلفة لو أمكن. فلو في مشكلة يعني اتكلمنا على انتوا محتاجين شوية طرق ومحاور والكهرباء والكلام ده، احنا ده موضوع محل نقاش دلوقتي. احنا طبعا المشروع هنا فندم مش مخلي حاجة خالص، نفسنا كل المشاريع الزراعية تكون على نفس النمط ده. فاحنا هنا يعني زراعة 5 ستارز يعني. طيب زودوا ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله في الدلتا الجديده اللي حضرتك اقرتها نزود ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. الانتاجيه هنا يا فندم ضعف الانتاجيه في الارض القديمه. متوسط انتاجيه الفدان هنا 36 طن بنجر، ونسبه السكر فيه 19%، والجوده العصير 87%. في الاراضي القديمه 16 طن ونسبة السكر 17%، والجودة 83%. يعني هنا الضعف بالضبط. يعني الفدان هنا انتاجيته من السكر يعادل انتاجية 2 فدان في الأراضي القديمة. المهم البنجر كله يعني مش ما هذا طبعا باقي المحاصيل هنا جيدة جدا. طيب ربنا يوفقك ان شاء الله. واحنا معاكم قولوا لنا انتوا عايزين واحنا نعمل. طيب عايزين 500,000 فدان، مليون فدان، نعمل لكم كل انتوا عايزين. صحيح كتر خير. الحاجه الثانيه لو احنا حسبنا استهلاك الميه نلاقي هنا انه يعني طن السكر بياخد نص كميه الميه اللي بياخدها في الاراضي القديمه. وبعدين دي ميه ابار احنا بنستفيد منها برضه. طبعا. ويقع مشروع مستقبل مصر في نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة على امتداد محور رود الفرج الضبع الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينا أي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة. ويوفر مشروع مستقبل مصر أكثر من 200,000 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة. كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين،
وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500,000 فدان، حيث تم استصلاح حوالي 200,000 فدان في المرحلة الأولى من المشروع، وجاري استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300,000 فدان. وسيعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي. المشروع سواء من الصوب أو سيادتك من الأرض المكشوفة، خيار وطماطم شيري، وده سيادتك اللي هو الفلفل اللي هو الفريز والهنجيلو، وبصل سيادتك والكنتالوب، وبطاطس دي سيادتك البطاطس الصغيرة والشتوي اللي بيتم حصادها زي ما سيادتك شايف كده. هو مفيش مكان لها؟ في مكان يا فندم، الأفضل هو حصدت خلاص في الأرض، وده مكانها اللي واقف هناك، وكنت بشرح دلوقتي سيادتك فيها نوعين من المكن، في ديجارات زي ما سيادتك شايف اللي هي بتطلع البطاطس من الأرض، وهي دلوقتي في وضع إن هم بياخدوها وبعدين بيحطوها في الجنبات، وبتدخل الشبك تحملها على الجرارات السطح، ان الجنب ده سيادتك بياخد حوالي من طن لطن ونص. المكن بتاعها واقف سيادتك، ده في مكن برضه ذاتي هو شبيه بالمكن بتاع الهارفستر بتاع البطاطس، شبيه بالمكن سيادتك بتاع البنكر. ومنها الديجارات اللي هي العاديه اللي هي بتحصد من الارض، ويبتدي العماله تدخل هنا سيادتك، بيبقى فيه زياده طبعا من الايد العامله من ده، ولكن سيادتك برضه يعني اقتصادياتها كويسه. كما التقى السيد الرئيس بعدد من الاعلاميين في موقع مشروع مستقبل مصر. بنتكلم على سطح اراضي ضخم جدا ومساحه ارض كبيره، وبنتكلم على عمران ننقبه يعني بدل ما نبقى احنا موجودين في حتت في الريف ونبتدي نلاقي ان احنا محتاجين سكن لهم، فالناس تبني على اراضي زراعيه. لا احنا عاملين حسابنا هنا. حاجه ثانيه عايز اعرف من حضرتك النهارده، هتكلم انا شفنا مشروعات كتير اتحققت ببنيه تحتيه رائعه جدا، الدلتا الجديده واهميتها في جذب اولادنا في الخارج من خلال الاستثمار بعد النجاح اللي احنا شفناه دلوقتي ده يا فندم، في اليات الدوله ممكن تعملها لجذب المصريين اللي في الخارج للتوجه لهذا المشروع القومي الكبير؟ انا عايز اقول احنا بنضيف هنا يعني حتى الان فوق اللي موجود عندنا دلوقتي ما يقرب من 1,000,000 فدان مسطح ارض احنا بنستهدفه، لو على اللي موجود احنا بنتكلم سواء كان المستثمرين من البحيره او كده او بقيه المنطقه، نتكلم في مليون ونص او 2,000,000 فدان. ال 2,000,000 فدان دلوقتي ما بقوش يتزرعوا زي ما كنا بنزرع في الدلتا زمان، يعني قراطين وفدان وفدانين وثلاثه، ادي كنتوا شايفين الموضوع على الواقع. احنا مش بنقول هنعمل ده، احنا بنقول لا احنا بنعمل ده اخر السنه دي في نوفمبر هنكون دخلنا 200,000 فدان كمان ان شاء الله على السنه الجايه في نوفمبر 2022 لو عشنا وكنا ان شاء الله يعني هنبقى برضو بنتكلم في حوالي 500,000 فدان او اكثر، مرتبط بحاجات احنا بنعملها مرافق وشبكه رفع او محطات رفع او شبكه ترع ومصارف حاجات كده يعني، لكن المستهدف زي ما بقول ان الرقم ده يبقى حوالي 2,000,000 فدان. طيب في فرصه طبعا، بس هنا تكلفه الفدان، تكلفه الفدان اللي احنا عاملينه ده، وانا بقوله دلوقتي فرصه لكم، احنا لما جينا نعمل ده الدلتا القديمه معموله على يعني الميل الطبيعي للارض المصريه، فالميه ما بيش محتاجه ابدا كهرباء ولا اي حاجه ولا اي حاجه، الميه نزلت بانحدار طبيعي خالص، ما تكلفش حاجه، تخش على الترع والترع تخش على الترع الفرعيه والناس ترع تمام، فتكاليفها ما كانتش تكلفتها مش كتير. هنا عشان نعمل الفدان الارض ده بيكلف كام؟ 200,000 جنيه على الاقل، يعني عشان اخلي فدان جاهز للزراعه هنا اوصل له ميه اوصل له الكهرباء ممكن يوصل له 200,000 250,000 جنيه، يعني المليون فدان داخلين في 200 مليار 2 مليون فدان داخلين في الموضوع ده ايه؟ عشان حضرتك تيجي تجد تقول لي ايه؟ طب انا هاخد بقى ال 100 فدان دول ازرعهم، عشان اخليهم لك كده انا محتاج ادفع من 400 ل 500 مليار جنيه خلال السنتين ثلاثه. ارجو ان ده يتحط في الاعتبار. ليه؟ لان احنا بنتكلم هنا واحنا بنتكلم على حدود الدنيا في استخدام الميه. احنا مش عايزين نستهلك الميه اللي عندنا، ان احنا عايزين نعظم ميه لدينا. عندنا شويه ميه قد كده، ازاي بقى نخليهم ندورهم مره واثنين وثلاثه دون ان نخل بالمواصفات بتاعتنا. طب هل في فرصه للناس المصريين في مصر او بره مصر؟ طب طب مستثمرين اجانب عرب او اجانب؟ اهلا وسهلا، الحاجه موجوده، واحنا بنقول تاني مش هنعمل مشروع لن نعلن على مشروع لما نكون قطعنا فيه خطوات
وبنتكلم مش بقى حل ان شاء الله 50 ولا 20، لا بنتكلم سنوات ان شاء الله. مشيدا سيادته بالجهود المبذولة من قبلهم، ومؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، ومشيرا سيادته إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة والتنمية الزراعية والغذائية وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.